السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثامنة واتخذ عدة قرارات أهمها بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الديوانية في 19/11. قرر مجلس الوزراء الآتي: تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفى الديوانية وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 70,000 برميل وفقاً للمتطلبات البيئية واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014. وهذا المشروع يوفر فرصة أكثر من 2500 فرص عمل لشباب أبناء محافظة الديوانية. كما اتخذ قرار المصادقة على قرار اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية 3 لسنة 2017 بحسب الآتي: إعلان موقع بحيرة ساوة محمية طبيعية لما تتميز به من معايير دولية وغنى واضح بالتنوع البيولوجي إضافة إلى طبيعتها المميزة، استناداً إلى مادة 4 من نظام المحميات الطبيعية 2 لسنة 2014. كما اتخذ قرار مجلس الوزراء أيضاً بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الديواني لسنة 2022 الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021-2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي: إعفاء السيد قاسم رحيم مجبل عبد الرسول العقيلي المدير العام لتربية رصافة الثانية وزارة التربية من منصبه استناداً إلى أحكام قرار التشريع 880 لسنة 1988. قيام وزارة التربية والجهاد ذات العلاقة بتنفيذ بقية التوصيات كلاً حسب اختصاصه. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار 2021، الذي أعده مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و 80 البند ثانياً من الدستور العراقي. كما تم الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و 80 البند ثانياً من الدستور العراقي. كما تم الموافقة على ما يأتي: إقرار توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8/1/2021 لغاية 27/1/2022. تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة تنفيذ التوصيات أعلى، ولا يعمل بالقرارات والتوجيهات المذكورة أعلى إلا بعد أن تعرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
كما تم الموافقة على إجراء مناقلة مبلغ قدره 40 مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين، كما تم الموافقة على إجراء مناقلة 15 مليار و75 مليون دينار من نسبة 1/12 لإجمالي وحدات الإنفاق الأخرى بما فيها نقص رواتب وزارة البيئة. تمويل وزارة المالية المبلغ المذكور أعلى إلى حسابات دوائر الصحة والبيئة. استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره المؤرخ في 27 تشرين الأول 2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن يتم تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية والغير النفطية بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان. وفي جلسة اليوم وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أن يكون يوم 25 من كانون الأول أطلة رسمية لكل العراقيين، وأن يكون يوم 26 من الشهر نفسه أطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي من العراقيين. وشكراً جزيلاً.